حضور اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، التقى وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي بمدرب المنتخبات الوطنية لبحث الاستعدادات المتعلقة بالمعسكرات التدريبية تمهيدا للمباريات الودية المقبلة. الاجتماع ده بدايته شكر موصول لاتحاد الكرة المصري في الحقيقة على دور اللي كان موجود الفترة اللي فاتت وإصرار الاتحاد على تنظيم الدوري وأداء في حاجات مختلفة، لكن الاجتماع النهاردة في الحقيقة مع كل المنتخبات القومية بداية من منتخب كابتن ربيع ياسين الشباب، ثم كابتن شوقي غريب منتخب 23 سنة الأولمبي، ثم المنتخب الكبير. كان المستهدف ان احنا لازم نقعد ونشوف اكيد الفترة القادمة ايه، واحتياج المنتخبات ايه، وايه الدعم اللوجستي ومننا ومن اللجنة الخماسية والبرامج اللي موجودة. بنتكلم على إداريات وبنتكلم على شوية حاجات لوجستية. معالي الوزير كامل الدعم اللي بيعمله للمنتخبات، وهو ده هدفنا الأكبر. كل المسابقات دي بتتلعب علشان المنتخبات، سواء منتخب أول أو منتخب أولمبي، سواء منتخب الناشئين، كل ده احنا مستنيين منهم نتائج ان شاء الله بالدعم بتاعكم وبالدعم بتاع الوزارة واللجنة الخماسية. ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا ونوصل لهدفنا الكبير. المساندة والمؤازرة كانتا شعاري اجتماع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة مع مدير الأجهزة الفنية للمنتخبات الثلاثة، أملا في تحقيق الأهداف المرجوة في مشوار المنافسات القارية والدولية.